بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم في يوم جديد وحلقة جديدة من مراجعات مادة الرياضيات. حبايبي طلاب الصف الأول الثانوي، أتمنى لكم بإذن الله إن أنتم تجاوبوا كويس في امتحان الرياضيات بعد بكرة بإذن الله، تكونوا موفقين وإن شاء الله ربنا معاكم. يلا كده مع بعض نبدأ مراجعتنا، يلا ناخد سؤال جبر، سؤال مثلثات، سؤال هندسة، احنا مع بعض سؤال بسؤال ونبدأ بأول سؤال. بيقول لي في الشكل المقابل مديني مثلث قائم. بيقول لي هنا أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. قيمة المحدد لام تربيع زائد لام ميم، وهنا س، ولام ميم ناقص ميم تربيع وس تساوي نقط. مديني اختيارات، انت هنا مدخل لي المثلث في اللام والميم والسين وجايب لي هنا الحاجات دي، ركز معايا قوي. هقول له اولا اللي عايزك تركز معايا فيه قوي، انت جايب لي مثلث قائم، يبقى لام تربيع زائد ميم تربيع بيساوي الف جيم تربيع، الف جيم تربيع تمام. خلي بالك ده في كمان متوسط ب، ده المتوسط خارج من راس القائمه يبقى يساوي نص الوتر. ايه ده؟ يعني معنى كده ان ا ج بتساوي 2 من س، صح؟ قال لي مظبوط. يعني معنى كده ان لام تربيع زائد م تربيع بيساوي ا ج تربيع، يعني 2 س الكل تربيع يعني يدينا 4 س تربيع. مهمه جدا الحته دي. طب ما تيجي نفك مع بعض. احنا يا جماعه اتعلمنا مع بعض عشان نفك المحدد بنقول حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الاخر. اضرب، قال لي يلا بينا نضرب مع بعض. طبعا زي ما قلنا قياس ب 90، ب ده المتوسط خارج من راس القايمه، يبقى ا ج هيساوي 2 س. الحل في الاخر 4 س تكعيب، ازاي؟ تعالى نشوف مع بعض. يلا نضرب، حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الاخر. س في لام تربيع زائد لام م ناقص س في لام م ناقص م تربيع. تمام؟ ادي لو خدنا س عامل مشترك هيتبقى لام تربيع زائد لام ميم ناقص لام ميم زائد ميم تربيع. مستر لام ميم راحت مع السالب لام ميم، هيتبقى لام تربيع زائد ميم تربيع. ما انت قلت لنا يا مستر من فيثاغورس ان لام تربيع زائد ميم تربيع بيساوي ألف جيم تربيع. طب ما هو ألف جيم تربيع عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن 2 س الكل تربيع. قال لي الاثنين س لما نربعها الاثنين تبقى 4، والسين تربيع لما اضربها في س يدينا 4 س تكعيب. يطلع في الاخر 4 س تكعيب، هختار 4 س تكعيب يا رب نكون فهمنا. السؤال اللي بعده. إذا كان المتجه أ هندسة بقى بيساوي 3 المتجه س زائد ك في المتجه ص، وكان معيار المتجه أ بتساوي 5 فإن ك تساوي نقط. مديني اختيارات، 4 أم سالب 4 أم موجب أو سالب 4 أم 2؟ أقول حاضر. إحنا قلنا معيار المتجه بيساوي إيه؟ فكرني. قال لي يا مستر بيساوي جذر مربع س زائد مربع ص. قال لي هنا السين بتلاتة، معامل السين متجه سين، هنا السين بتلاتة والصاد بكاف، يبقى جذر 9 زائد كاف تربيع بيساوي المعيار بخمسة يساوي 5. لما نربع الطرفين يبقى 9 زائد كاف تربيع هتساوي 25. ودي التسعة الناحية التانية بإشارة مخالفة أو معكوسها الجمع، يبقى الكاف تربيع هتساوي 16. خد جذر ال 16 يدينا موجب أو سالب 4. اختار الإجابة رقم ج. يا رب نكون فهمنا عملنا إيه. أوعى تنسى قانون المعيار. المعيار بيقول جذر مربع س زائد مربع ص 9 زائد كاف تربيع بتساوي 5. لما نربع الطرفين يكون 25، والتربيع بيشيل الجذر بس، لكن اللي جوه الجذر زي ما هو. اللي بعده. خدنا جبر، خدنا هندسة، ناخد مثلثات. قال لي جبر تاني أهو. طب يلا بينا. بيقول لي في إحدى مسائل البرمجة الخطية كانت دالة الهدف ر بتساوي أ س زائد ب س لها قيمة عظمى عند رأسين من رؤوس المنطقة المظللة التي تمثل الحل
فإن عدد النقط التي تجعل الدالة الهدف قيمة عظمى يساوي كام نقطة؟ إحنا كنا اتعودنا وعرفنا لما بنحل مسائل البرمجة كنا بنرسم، بنعمل المستقيمات تتقاطع في حتة، بنجيب المنطقة المشتركة يطلع مرة مثلث شكل رباعي أي منطقة، بنعوض بالنقط بتاعتها فبيطلع القيمة العظمى للدالة بتاعتي. الراجل بيقول لي أنا هنا عوضت لقينا ليها قيمة عظمى عند رأسين من رؤوس المنطقة المظللة، في رأسين ادونا قيمة عظمى. ده معنى كده إيه؟ معنى كده إن القطعة المستقيمة الواصلة بين الرأسين دول تحقق الحل، تدينا قيمة عظمى. هي القطعة المستقيمة فيها كم نقطة؟ قال لي فيها عدد لا نهائي من النقاط. إذا اللي يدينا قيمة عظمى عدد لا نهائي. خلي بالك المنطقة اللي هي دي اللي هي الرأسين دول دي توازي دالة الهدف، عشان بتوازيها يبقى إذا هيبقى في كذا حل عندي في عدد لا نهائي من الحلول. هقول لك عدد لا نهائي ليه؟ لأن في أكتر من رأس بيحققه معايا. جميع النقط التي تجتمع في القطعة المستقيمة الواصلة بين الرأسين تجعل دالة الهدف لها قيمة عظمى، يبقى عدد النقط عدد لا نهائي من النقط. سؤال مثلثات بيقول لي هنا ايه؟ قطاع دائري مساحته ميم زاد طول قطر دائرته الى الضعف مع الاحتفاظ بنفس زاويته المركزية، فإن مساحته تصبح نقط بيقارب بين المساحة قبل والمساحة بعد. 2 ميم، 4 ميم، نص ميم، 3 ميم. يبقى المساحة بعد الزيادة ما حصلت هتساوي كم من ميم؟ يا ترى ضعفها، 4 أمثالها، 3 أمثالها، أم نص؟ طبعا النص دي غريبة شوية. ليه؟ أصل أنا عارف إن مساحة القطاع بتساوي إيه؟ قال لي يا مستر بتساوي نص دائري في نقط التربيع. أنا دلوقتي عندي الزاوية المركزية ثابتة ما اتغيرتش، والنص ثابت، القصة كلها في النق. النق هنا فيه تغير طردي، في زيادة طردية، يبقى أكيد هيزيد مش هينقص. بيقول لي طول القطر زاد للضعف، يبقى النق بقت 2 نق. لما نربع 2 نق تبقى 4 نق تربيع. إيه ده يا مستر؟ يبقى نص في 4 نق تربيع في سيتا دائري؟ قال لي آه، يبقى كده أصبح 4 من المساحة القديمة، 4 من نص سيتا دائري في نق تربيع، يبقى 4 أمثال الميم، يبقى اختار 4 ميم يا مستر والإجابة رقم ب. في نظام المعادلات أ واحد س زائد ب واحد ص يساوي ج واحد، وأ اتنين س زائد ب اتنين ص يساوي ج اتنين، المحدد أ واحد ب واحد أ اتنين ب اتنين بيساوي 5، والمحدد ج واحد ب واحد ج اتنين ب اتنين بيساوي سالب 10، وقيمة المحدد أ واحد ج واحد أ اتنين ج اتنين بيساوي 15، فإن س وص تساوي نقط واداني اختيارات. أقول له ده سؤال جميل وسؤال حلو. ليه؟ أصل أنت مجهز لي كل حاجة. مستر دي كده طريقة جرامر. أنت جايب لي محدد المعاملات أ1 ب1 أ2 ب2 ده الدلتا، الدلتا بخمسة، شكرا. ثم أنت بدلت شلت أ1 الأ2 دي وحطيت الثوابت اللي بره ج1 وج2، ده كده دلتا س. ثم خليت الأول زي ما هو وشلت ب1 ب2 وحطيت مكانها الثوابت اللي بره، ده كده دلتا ص. إذا أنا عندي دلتا بخمسة ودلتا س بسالب 10 ودلتا ص ب 15. خلاص هقول له يبقى س بتساوي دلتا س على دلتا، يعني سالب 10 على 5 يدينا سالب 2، والص بتساوي دلتا ص على دلتا يعني 15 على 5 يدينا 3، يبقى س وص عبارة عن سالب 2 و3 يا مستر. الحل تاني، الحل تاني أهو، أوعى تنسى المحدد ده معناه دلتا، المعادلات دلتا بخمسة، ولما نحذف السين ونحط الثوابت ده اسمه دلتا سين، ولما احذف الصاد واحط الثوابت ده اسمه دلتا صاد. القانون بيقول سين بتساوي دلتا سين على دلتا يبقى سالب 2، دلتا صاد على دلتا
يساوي 3، يبقى س وص سالب 2 و3 يا مستر. السؤال اللي بعده، دائرة مساحتها 53.6 سنتيمتر مربع، فإن مساحة قطاع من هذه الدائرة قياس زاويته 67 درجة و30 دقيقة بيساوي نقط سنتي. الله على السؤال ده وجماله، ده أنت مديني كل حاجة جاهزة يا مستر. أنت عايز مساحة القطاع ويديني قياس 60، طب ما خلاص، ما أنا عندي قانون لمساحة القطاع عن طريق القياس الستيني. القانون بيقول إيه؟ مساحة القطاع بتساوي القياس الستيني على 360 في مساحة الدائرة. خلاص، القياس الستيني على 360 في مساحة الدائرة، يبقى 67 درجة و30 دقيقة على 360 في 53.6 هيساوي 10 سنتيمتر مربع يا مستر. وخلصت، دي حاجة سهلة طالما حافظ القانون تبقى سهلة. اللي بعده، اللي بعده بيقول لي ايه؟ في المثلث ألف ب ج، إذا رمزنا لنصف محيط المثلث بالرمز ح، وكان ح ناقص ألف ب بيساوي 6 سنتي، ح ناقص ب ج بيساوي 8 سنتي، ح ناقص ألف ج بيساوي 10 سنتي، فإن مساحة المثلث ألف ب ج بتساوي نقط. قال يا مستر ده الشكل ده بتاع هيرو، آخر درس خدناه في حساب مثلثات، قانون هيرو بيقول إيه؟ إن مساحة المثلث بتساوي جذر ح في ثلاث أقواس، في ح ناقص أ ب، في ح ناقص ب ج، في ح ناقص أ ج. طب ما أنا عندي الأقواس موجودة، 1 ب6، 1 ب8، 1 ب10. فاضل لي أجيب ح، هي الح بكام؟ هي دي المشكلة. طب نعملها إزاي يا مستر؟ قال لي أنا مديك ثلاث معادلات، صح؟ قال لي صح. ما تحطهم تحت بعض وتحلهم كده جبريا. قال لي اه يا مستر، بص كده معايا، لو حطيت ده تحت ده تحت ده هلاقي ح زائد ح زائد ح يدينا 3 ح، والف ب زائد ب ج زائد الف ج دول محيط المثلث مجموع اطوال اضلاع يدونا 2 ح، بس بالسالب عشان في سالب موجود. يبقى انت قصدك تقول ال 3 ح هنقص 2 ح يساوي 24، 3 ح ناقص دول كده ب 2 ح بيساوي 24، جبنا الح ب 24، عوض في قانون هيرو وجذر ح في الثلاث اقواس، يبقى 24 في 8 في 6 في مين؟ في 10، يبقى هيساوي 48 جذر 5. اختار يا مستر 48 جذر 5 سنتيمتر مربع. أنا ماشي معاك سؤال بسؤال، ركز معايا قوي، مراجعة شاملة على المنهج كله، بس أنت ركز معايا قوي. في الشكل المقابل، سؤال جميل في الهندسة على المتجهات، ألف ب ج د مربع، وكان المتجه ألف ص زائد س ص يساوي ك في المتجه س ج، فإن ك تساوي نقط، مديني اختيارات. انت عايزنا نخلي الف صاد وسين صاد عن طريق سين جيم، صح؟ صح. اولا انا عارف ان الف صاد متجه في المثلث الف ب جيم يا مستر، انت عودتنا الف صاد اللي ابدا بيه ببدا بيه، الف صاد يساوي نقول الف ب زائد ب صاد، ادي رقم واحد. طب وسين صاد؟ قال لي سين صاد بتساوي سين جيم زائد جيم صاد، ادي اتنين. قال لي يا مستر انا شايف اني ب ص و ج ص بيساووا بعض وعكس بعض يروحوا، ممكن اختصر ب ص مع الجيم ص، لان الب ص ماشيه كده والجيم ص ماشيه لتحت، الاثنين بيساووا بعض وعكس بعض يدينا المتجه الصفري، يبقى يتبقى ا ب زائد س ج. يا مستر انا عارف ان ا ب يكافئ د ج، يعني يكافئ 2 من س ج، اذا نشيل ا ب ونحط 2 من س ج زائد 1 من س ج، يبقى اذا ك تساوي 3، اختار 3. السؤال اللي بعده ده سؤال في الجبر على المصفوفات والضرب. اذا كان المصفوفه 2 و4 وسالب 1 و3 في المصفوفه ج بتساوي 6 و1، فان ج تساوي ك. أولا
مديني اختيارات، مديني اختيارات، سيبها على جنب. احنا قلنا بضرب ازاي، مستر انا عايز جيم صح، يبقى اتخلص من دي اوديها الناحيه الثانيه بمعكوسها الضربي، بس في الاول يبقى نجيب المعكوس الضرب دي ازاي يا مستر؟ قال لي اول حاجه نجيب المحدد، ج بتساوي المعكوس الضرب دي في 6 و1. هات المحدد بتاع ده، هيبقى 2 في 3 في 6، سالب سالب 4 يبقى ناقص سالب 4، يعني موجب 4 يديني 10. الحل في الاخر يطلع د، ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. المحدد ب 10، يبقى المعكوس الضرب بيساوي 1 على 10 في، قلنا بنبدل اماكن ونغير الاشاره، نجيب الاثنين مكان الثلاثة والثلاثة مكان الاثنين، ونغير إشارة القطر الثاني. يلا واحد على 10، خلاص خلي واحد على 10 واضرب، بضرب الصفر في العمود، 3 في 6 ب 18، زائد سالب 4 في 1 بسالب 4 يدينا 14. 1 في 6 ب 6، زائد 2 في 1 ب 2، 6 و2 يدونا 8، يبقى 1 على 10 في ضرب دول طلع 14 و8. لو انا هنا قسمت على الاثنين، خدت اثنين مشترك وضربتها في الواحد على 10 ادينا 1 على 5، وهنا يبقى 7 و4، يبقى خمس في المصفوفه 7 و4. يا رب نكون فهمنا. لو خدت اثنين مشترك من هنا هيتبقى 7، وهنا كام؟ 4. 1 على 10 في 2 يدينا خمس 7 و4، لان الاختيارات فيها 7 و4 ما فيهاش 14 و8. السؤال اللي بعده سؤال جميل على حساب مثلثات، بيقول لي ألف ب مماس للدايرة ميم التي تمر بالنقط ج ود وه. إذا كان ألف ب ب 8 سم، ألف ب ده 8 سم، ميم د، خلي بالك إن ميم د دي نص القطر ب 11، يعني ميم ه ب 11، يعني ميم ج ب 11، وأنت بتقرأ المسألة حط على الرسم. وكان طول القوس ج ه د، ج ه د طول القوس ده اللي هو لا، قال لي اللب 6. نص القطر موجود وطول القوس موجود، يعني مساحه القطاع موجوده، فان مساحه الجزء المظلل بتساوي ايه؟ ومديني اختيارات. ده الجزء المظلل ده يا مستر عباره عن مساحه المثلث ناقص مساحه القطاع. مساحه المثلث بتساوي نص طول القاعده في الارتفاع العمودي عليها. القاعدة أ ب قال لي ب 8، ارتفاعها اللي هو نص القطر ب 11. مستر أنت قلت ليه ده ارتفاع؟ ما احنا اتفقنا نص القطر عمودي على المماس، هنا في 90 درجة، إذا ده قاعدة وده ارتفاع، يبقى مساحة المثلث نص في 8 في 11 يطلع 44، أدي مساحة المثلث. طب مساحة القطاع؟ قال لي يا مستر بتساوي نص لم في لق، اللم ب 6 واللق ب 11، يبقى نص في 6 في 11 يدينا 33 يا مستر. يبقى جبنا هنا خلاص مستر، احنا كده جبنا ايه؟ قال لي جبنا مساحه المثلث، عرفنا خلاص نص في 8 في 11 ب 44، ناقص مساحه القطاع قلنا يا مستر عباره عن نص في 6 في 11، تمام؟ اطرحهم من بعض، يبقى 44 ناقص 33 يدينا 11 يا مستر، اختار ال 11، اهو الحل تاني، اهو بص كده واضحه قوي ان دي الدايره وده نص القطر وده نص قطر وده نص قطر. واضحه قوي يا مستر، يلا مع بعض كده زي ما قلنا، مساحه المثلث ناقص مساحه القطاع نص في 8 في 11 ناقص نص في 6 في 11 هيساوي 44 ناقص 33 هيساوي 11 سنتيمتر مربع، اختار ال 11. الفكره اللي بعدها، اذا كان 3 في المنتجع س، 3 من المنتجع س زائد 4 من المنتجع ص بتساوي ك وسيتا، السرعه القطبيه يا مستر، قال لي اه، وكان المنتجع ا بتساوي ك وباي على 2 زائد سيتا، فان المنتجع ا يساوي كام؟ او استنى، خلي بالك انا هنا عندي كاف يعني معيار المنتجع، يبقى انا هجيب معيار ده هقول له جذر 3 اس 2 زائد 4 اس 2 يدينا 5، يبقى الكاف ب 5، يبقى انا عندي الكاف ب 5، ماشي يا مستر كده الكاف ب 5. طب سيتا بتساوي ص على س، 4 على 3، ممكن نرسم المثلث، ممكن نقول شيفت تاني.
ارسم مثلث، ادي 4 و3 والباقيين 5. حلو. يبقى المتجه ا عباره عن 5 وباي على 2 زائد سيتا، صح كده؟ قال لي مظبوط. انا عايز ايه؟ عايز الصوره الاحداثيه، صوره قطبيه عايز اخليها احداثيه. القانون بيقول المعيار في جتا الزاويه يديك س، والمعيار في جا الزاويه يدينا ص. بس خلي بالك الزاويه هنا 90 زائد سيتا. ال 90 بالتالي هتحول الجتا الى جا، والجا الى جتا يعني عمليه معكوسه. هيبقى عباره عن ايه؟ السين عباره عن 5 في جا جتا 90 زائد سيتا تبقى سالب جا سيتا. طب ما هي الجا ب 4 على 5. يبقى 5 في سالب 4 على 5 يدينا سالب 4 في اتجاه س. والجا 90 زائد سيتا هتحول الجا الى جتا سيتا. طب ما هي الجا ب 3 على 5. يبقى 5 في 3 على 5 يدينا 3 في اتجاه ص. وخلصت. اهي يا مستر. يبقى 5 في سالب جا سيتا و5 في جتا سيتا، 90 بتحول الجتا الى جا. يطلع سالب 4 في اتجاه س زائد 3 في اتجاه الص. اللي بعده النقط ا وب وج هي رؤوس مثلث قائم الزاويه مساحته 5، ولا رؤوس مثلث متساوي الساقين مساحته 10، ولا رؤوس مثلث متساوي الاضلاع مساحته 9، أم تقع على استقامة واحدة؟ قال لي بعد إذنك هات لي المحدد ونعرفه. طالما شغال في مساحات واستقامة واحدة هنجيب المحدد. لو المحدد طلع بصفر يبقى على استقامة واحدة، ما طلعش بصفر أضربه في نص، نص المحدد يديك المساحة، يبقى جبنا مساحة نعرف أنهي واحد. قال لي يا مستر أنا هجيب المحدد هنحط السين تحت السين تحت السين. والصاد تحت الصاد تحت الصاد، 5 تحتها 2 تحتها 1، وفي الاخر واحد. فك المحدد ده بالاله او بايدك هيطلع بصفر. اه يا مستر يبقى النقط على استقامه واحده وخلصت. السؤال اللي بعده بالشكل المقابل، اذا كان قاف 1 تساوي قاف 2 بتساوي 3 نيوتن، ماشي، فان محصله القوتين قاف 1 وقاف 2 هي ح بتساوي نقط. هقول له حاضر. اولا انا عارف ان المتجه ح بتساوي قاف 1 زائد قاف 2. تعال نجيب قاف 1. انت مديني قاف 1 بصوره قطبيه. قاف 1 اولا معيارها ب 3 والزاويه 30، يبقى قاف 1 بتساوي 3 و30 درجه هنحولها لاحداثيه، نقول 3 جتا 30 و3 جتا 30. ماشي، جبنا قاف 1. طب قاف 2 قال لي معيارها 3، طب والزاويه تبدا من هنا لحد هنا، قال لي كل دي 150. ليه يا مستر؟ اصل كلها 180، شيل 30 يتبقى 150. يبقى هنقول 3 جتا 150 و3 جا 150. جبت قاف 1 وقاف 2 اجمع يطلع الح معايا 3 نيوتن و90 درجه. ازاي يا مستر؟ تعالى نشوف مع بعض. اهو يا مستر قاف 1 33 جبناها، طلعت 3 جذر 3 على 2 و3 على 2. قاف 2 ب 150 3 و 150، دي قاف 1 اوعى تنسى، دي قاف 1 ودي قاف 2 3 و 150، هيبقى عباره عن سالب 3 جذر 2 على 2 و3 على ال 2. جمع دول مع بعض، ادي لما نجمع ده مع ده بصفر هيتبقى 1.5 زائد 1.5 يدينا 3. يبقى ح بتساوي 0 و3، ادي ح معيارها ب 3. طب والزاويه؟ قال لي السين ب 0 والصاد ب 3، دي تقع على محور الصادات الموجب، يبقى الزاويه 90 يا مستر. خلي بالك السين اهو ده غير معرف، السين ب 0 والصاد اكبر من الصفر موجب، يبقى فوق ب 90. لو كانت الصاد سالبه كنت قلت 270، اوعى 3 و90 يا مستر. السؤال اللي بعده تمرين لفظي، مسائل بقى الايه؟ المقاليه في الامتحان. يرغب مزارع في تربيه دجاج وبط، فاذا كان المكان الذي سيربي فيه هذه الطيور لا يتسع الا ل300 فقط، 300 بس من الطيور كلها، وهو يرغب ألا يقل عدد الدجاج
عن ضعف عدد البط، فإذا كان ربح في كل دجاجة جنيه واحد وفي كل بطة 2 جنيه، يعني جنيهين. أوجد عدد ما يربيه المزارع من كل نوع حتى يحصل على أكبر ربح ممكن. واحدة واحدة عليا يا مستر، أنا عندي نوعين، في دجاج وبط، سمي سين وصوت. ماشي، المكان كله لا يتسع إلا 300، يعني سين زائد صاد أصغر من أو يساوي 300، أخر 300. وهو يرى ألا يقل عدد الدجاج، يعني سين، لا يقل عن ضعف عدد البط، يعني سين أكبر من أو تساوي 2 صاد، ما بيقلش، يعني ممكن يساويه أو يزيد. أهي يا مستر، سين زائد صاد أصغر من أو يساوي 300، والسين أكبر من أو يساوي 2 صاد. ممكن ادخلها جوه، يبقى س ناقص 2 ص اكبر من او يساوي صفر. انا بتكلم في عدد، يعني س اكبر او يساوي صفر والص اكبر او يساوي صفر يا مستر. حولها لمعادله، طبعا س اكبر او يساوي صفر، ص اكبر او يساوي صفر، ده الربع الاول، يبقى الحل في الربع الاول. هنحول دي لمعادله، س زائد ص يساوي 300، وس ناقص ص يساوي صفر. هنحط الس في صفر تطلع الص ب 300، ونحط الص في صفر تطلع الس ب 300. أنا هنا الأرقام كبيرة. لو حطينا الس في صفر، الص في صفر، مش هينفع أحط الس بواحد، أحط الس ب 100 أو الص ب 100، فتطلع الس ب 200 عشان تمشي الأمور. يبقى لما الص ب 100 الس ب 200، 2 في 100 ب 200، أدي النقط بتاعته. طبعًا في علامة يساوي، يبقى الخط متصل هنا صفر وصفر. هل الصفر أصغر من 300؟ يحقق. هل الصفر أكبر من الصفر؟ لا يحقق، صح كده؟ ما ينفعش أعوض بصفر وصفر يا مستر. هل الصفر يساوي صفر؟ قال لي آه، ده في صفر وصفر. نعوض بأي نقطة غير الصفر والصفر عشان نشوفها يحقق أم لا. أدي الرسمة يا مستر، أول حاجة صفر و300، وتاني حاجة 300 وصفر، وصل. أدي الرسمة أهي، ده الخط الأولاني، خط متصل. تمام. الخط الثاني كان صفر وصفر و 200 و100، وصل. ادي الخط الثاني يا مستر اهو. تمام. في منطقه الحل قلنا اولا الخط الاولاني صفر وصفر يحقق، يبقى المحل الناحيه دي. الخط الثاني لو عوضت بيه مثلا ب 100 و200 لا يحقق، يبقى همشي عكس ما الحل للمنطقه هي دي. ده المثلث بتاعي اللي بيحقق المنطقة بتاعتي. يبقى منطقة الحل هي المثلث ألف ب واو. خلي بالك إن الألف ب 200 و100، والب 300 وصفر، والواو بصفر وصفر. تعال نجيب مع بعض دالة الهدف. هو قال لي الربح هنا جنيه والربح هنا 2 جنيه. هو لا، عوض بألف هيبقى 200 زائد 2 في 100 يعني 200 يدينا 400. عوض بب هيبقى 300 زائد 0 يدينا 300. عوض بواو هيطلع بصفر. مين أكبر حاجة؟ قال لي 400. يبقى إحنا عايزين من الدجاج 200 ومن البط كام؟ 100. إذا أعلى ربح هو 400 جنيه يتحقق عند تربية 200 دجاجة، يبقى أنا عايز أربي 200 دجاجة و100 بطة، هوصل لأكبر ربح. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت مصفوفة اسمها صاد عبارة عن النظم بتاعها ميم في نون، وكان عندي صاد مدور. صاد مدور أنت عارف المدور بيبقى الصفوف تيجي مع الأعمدة، والأعمدة تيجي مع الصفوف. النظم بتاعها كان عبارة عن 2 ميم ناقص 1 ونون ناقص 1. أنت عايز مني إيه؟ عايز منك قيمة المقدار ميم زائد نون. اللي أنت بقول لك صاد مدور، عايز منك قيمه ميم زائد نون. يعني ايه كلمه صاد وصاد مدور؟ يعني الصف اللي كان هنا اتحول لعمود. معنى الكلام ده ان نون ناقص واحد بتساوي ميم. طب ما تودي الواحد بره ليه؟ عاوز اخلي الميم والنون مع بعض. يبقى تاني الصف اتحول لعمود، فقلت الميم بقت هي ناقص واحد، فمعنى كان نون ناقص ميم بتساوي واحد. يا سلام لو كان طالب نون ناقص ميم كنت اخترتها. طيب هنا الصف العمود بقى صف،
يعني معنى الكلام ده ان 2 ميم ناقص 1 بتساوي نون، طلع ده بره دخل ده جوه، هتبقى 2 ميم ناقص نون بتساوي. يا سلام ما طلبش، نعمل ايه دلوقتي؟ نحل المعادلتين دول بالحذف، جبت النون وجبت الميم، تعال نحطهم تحت بعض، ادي سالب ميم زائد نون بتساوي 1، وهنا 2 ميم ناقص نون بتساوي 1 برضه. يبقى تاني حطيت المعادلتين تحت بعض وهقول بالجمع او احلهم بالآلة مود 5 1، لما تجمع هيديني ميم بتساوي 2، جبت الميم بتساوي 2 عوض في اي معادله هيطلع ان النون ب3. هو لو كان عايز منك ايه بقى منك في المساله ديت؟ عايز منك ميم زائد نون، يبقى المقدار ميم زائد نون بتساوي 5. السؤال اللي بعده برضه جبر، بيقول لك اذا كانت المصفوفه س وصاد زائد 1 وعين ناقص 2 و9 بتساوي المصفوفة 2 5 4 9، عايز مني يا مستر؟ عايز قيمة المقدار س زائد عين. درس ايه ده؟ ده تساوي مصفوفتين، لما مصفوفة بتساوي مصفوفة يبقى كل عنصر بيساوي نظيره، يعني السين بتساوي 2، يعني الصاد زائد 1 بتساوي 4، يعني العين ناقص 2 بتساوي 5. أحل المعادلة دي يبقى الصاد بتساوي 3، احل المعادله دي يبقى العين ب7. انت عايز مجموعهم كلهم؟ الاسئله السهله دي هيجي حاجات سهله كده طبعا طبعا ان شاء الله، زائد 3 5 5 7 12، فطلعت قيمه س زائد ص زائد عين ب12. خد سؤال مهم جدا وافتكرني وانت في اللجنه كده وادعي لي بعد بكره ان شاء الله، يجي يقول لك اذا كان الف النظم بتاع الف ده مصفوفه على نظم 3 في 2، وكانت الب النظم بتاعها 3 في 2، عايز نظم المصفوفه 2 الف زائد ب، اديني اختيارات 6 في 4 ولا 8 مش عارف في 9 ولا 8 في 6. اهدى شويه، لان مصفوفه تتضرب في رقم نظمها ما بيتغيرش، يعني المصفوفه 2 الف نظمها 3 في 2، والمصفوفه ب 2 3 في 2، لما نجمع مصفوفه مع مصفوفه النظم ما بيتغيرش، وشرط الجمع ان يكون لهم نفس النظم، لهم نفس النظم يبقى الناتج بتاع ده النظم بتاعه برضه 3 في 2. سؤال مهم جدا. السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كان الف النظم بتاعها 3 في 2، سؤال النظم ده سؤال في منتهى الاهميه. إذا كان عندي الألف النظم بتاعها 3 في 2 وكانت الب النظم بتاعها معرفوش، عندي المصفوفة ألف ب النظم بتاعها 3 في، أنت عايز إيه نظم المصفوفة ب؟ سؤال مهم وسهل، وهي دي الأسئلة اللي كان الوزير بيقول عليها إن أنا هقدر أخلي الطالب يحل من غير ما يمسك قلم، مش عايز ورقة خارجية، فهم، لو أنت فاهم تعرف تجاوب، فاهم إزاي يعني؟ يعني بمجرد النظر أنا عايز أضرب مصفوفة ألف في مضروبة ب، في عينك كده في دماغك كده سهله، وانا بتكلم جد، الالف النظم بتاعها 3 في 2، الب مش موجوده، ناتج الضرب لما الضرب طلع 3 في 1، هو انت مش عارف ان شرط الضرب ان يكون عدد اعمده الاولى بتساوي عدد صفوف الثانيه؟ يعني هنا لازم تبدا ب2. طب والناتج اللي بيطلع بنجيبه من الاول والاخر، هو اول هنا كام؟ 3، هي الناتج كان 3 في 1، الاول 3 يبقى اكيد الاخير 1، يبقى الب بتاع النظم بتاعها كام في كام؟ 2 في 1. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ يقول لك اذا كان 2 في المصفوفه س 3 بتساوي 3 في المصفوفه س لام عين سالب 2 ناقص 4 في المصفوفه عين 0 3 س. بيقول لك عايز منك ايه في السؤال ده؟ عايز قيمه س زائد ص زائد لام، عايزه، ده سؤال سهل جدا ومباشر ما فيهوش اي مشكله خالص، عندي الاثنين مضروبه جوه، ايه المانع ما تضرب؟ وعلى فكره ممكن تساوي الاثنين بعض من غير ما تضرب ولا تجمع، يعني الطالب العسل ممكن يبقى اشطر مني ويعمل كده. يقول لي يا مستر 2 س تساوي عشان في يساوي 3 س ناقص 40. 2 س بتساوي 3 س ناقص 40، هنا ديت فيها رمزين بس انا ممكن اجمع الرمزين مع بعض، يعني هقول 4 عين بتساوي جبت ده هنا وجبت ده هنا بتساوي السين. طيب هنا نقول تاني 2 في 3 ب 6، 2 في 3 بكام؟ ب 6، يبقى هقول 6 تساوي 3 في 4 ب 12. السؤال ده سهل يا مستر، ممكن نجيب اللام، طلع ال 6 بره، طلع ال 12 بره، يبقى 3 لام بتساوي 18، هقسم على ال 3، 3 في 6 ب 18، شكرا، جبت اللام، يبقى 12 يبقى 3 عين ناقص 4 في 0 ب 0، ايه ده؟ ده العين، ده انا جبت العين، العين بكام؟ 12 على 3 4، الله، ده انا ممكن اجبت العين اعوض هنا بقى واجيب السين، رائع اشكرك، 4 في 4 ب 16، يبقى انا جبت السين والصاد والعين، فاضل حاجه واحده الصاد، يلا نشتغل،
2 في صاد ب2 صاد بتساوي 3 في سالب 2. المساله دي عايزه خطوات. 3 في سالب 2 سالب 6 ناقص 4 س. انا جبت السين ما جبتهاش، جبتها في 16، يبقى 2 صاد بتساوي سالب 6 ناقص 4 في 16 ب64، يبقى 2 صاد بتساوي سالب 70. اقسم على الاثنين يبقى بسالب 35. هو عايز س زائد ص زائد ع زائد ل، حضرتك اجمعهم كلهم وجبت المقدار وطلع سؤال في منتهى السهوله. مساله ثانيه مهمه جدا بقى بتيجي في امتحانات كتير، ركز معايا. 4 3 1 1 مضروبه في المصفوفه 1 سالب 3 سالب 1 س، بتقول لك ده بيساوي مصفوفه الوحده، عايز مني قيمه س. انا شايف الس موجوده هنا، اعمل ايه؟ مش اضرب الصف ده في ده؟ لو ضربت الصف الاول في العمود الاول هيديك رقم، مش هيطلع س. لكن لو صرفت، لو ضربت الصف الثاني، طبعا انت عارف ان الاي دي اللي هي 1 1 0 0، فلو ضربت الصف الاول في العمود الثاني هيديني العنصر ده. الصف الاول عمود ثاني يديني العنصر ده، اشمعنى؟ لان العنصر موجود صف اول عمود ثاني. فلو ضربت الصف الاول في العمود الثاني هجيب صفر. اضرب الصف الاول في العمود الثاني. 4 في سالب 1 ب 4، و1 في س بس، كل ده يساوي الصفر، يبقى س بكام؟ ب 4. وطلع سؤال جميل، وفعلا ده مش محتاج خطوات، ده انا حليتها بعيني على طول. يبقى س ب 4. سؤال جميل جدا اللي جاي ده، بيقول لك اذا كان لام وميم جذر المعادله، ده ترم اول ده، هنشوف هنكمل اهو. جذر المعادله س تربيع زائد ناقص 2 س زائد 3 بتساوي صفر. عايز قيمه المحدد. انا باخد جبر كله ورا بعضه جبر عشان نراجع مع بعض. عايز قيمه المحدد ده، انهي محدد؟ لام ناقص 2 سالب 1 3 لام، بكام قيمه المحدد ده؟ طالب بال كويس مستر، ده محدد رتبه ثانيه. جدع، محدد رتبه ثانيه بتفك ازاي؟ حاصل ضرب القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب القطر الفرعي. يلا واضرب القطر الرئيسي مع بعض، لام في لام بلام اس 2 ناقص 2 في لام ب2 لام ناقص القطر الفرعي ناقص سالب 3 يتحول موجب 3. عايز قيمه ده؟ لا لا انا ازعل منك، يعني انا لو شلت اللام وحطيت س يطلع ايه؟ ان لام تربيع ناقص 2 لام زائد 3 بتساوي كام؟ صفر. قيمته كام؟ صفر. يقول لك 1 ناقص جتا تربيع، ده قانون. جدع، جتا تربيع، عارف القانون هتجاوب على طول. جتا تربيع ناقص 1 جتا تربيع، لا اخطات. جتا تربيع ناقص 1 ما بتساويش جتا تربيع، 1 ناقص جتا تربيع بتساوي جتا تربيع. والفرق طبعا الطرح ليس عمليه ابداليه، لو بدلت طرح يبقى كانك بتاخد سالب عام مشترك، يبقى سالب جتا تربيع. مين يقول لي بقى جاء تربيع زائد جتا على جاع الجتا يديني ايه؟ ظا. يعني الاجابه سالب ظا تربيع س، واختار الاختيار ده من الاختيارات. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ سؤال جميل محتاج كويس بقى كده وعنده قوه ملاحظه. اذا كان جا س زائد قتا س بتساوي 5، اوجد قيمه المقدار. طبعا سؤال مهم جدا جدا، افتكرني كده ان شاء الله وانت في الامتحان هيجي لك واحد شبه ده. جا س زائد قتا س بتساوي 5، عايز جا تربيع زائد قتا تربيع. احل السؤال ده ازاي؟ انت خدت بالك من ايه؟ ما انت لازم تشوف المعطيات، شوف اللي هو طالبه، اكيد في علاقه. مستر ده في اس 2، يعني هقول 25 يبقى انت ما تعرفش حاجه في الرياضه. ليه؟ لان الاس 2 ما بتوزعش حاجه، يكون ضرب كلامك صح. جمع لما يكون قوس اربع الطرفين، ماشي انا موافق اربع الطرفين، بس لو ربعت الطرفين القوس اس 2 الاول في نفسه والثاني في نفسه والاول في الثاني في 2، الجا لما تتضرب في القطا يديني 1 لان الجا مقلوب القطا، يبقى جا في قطا في 1 في 2 يديني 2 بتساوي 25. طلع الاثنين بره هتبقى 25 ناقص 2 يطلع كام الاجابه؟ 23. وعنده حق، ما تستاهلش خطوات، لو انت حليت زيها كتير تعرف تطلع الاجابه على طول. سؤال ثاني فكره حلوه جدا، بيقول لك 3 جتا س ناقص 2 جا س على 3 جتا س زائد 2 جا س بتساوي 3 على 2. عايزه انا بس ما بيخافش، ما بيخافش غير حاجه واحده بس، الطالب اللي بيحب الهبد ده، يقول لك الجتا تروح مع الجتا والجتا تروح مع الجا، و3 ناقص 2 1 و3 يبقى 1 على 5. هو ايه اللي 1 على 5 بيساوي 3 على 2؟ وتعلمت فين ان الجتا تروح مع الجتا طول ما في زائد وناقص؟ غلط، ما فيش اختصار الا في الضرب يا اولاد، لما يكون حدود جبريه مضروبه ببعض فوق وتحت او اقواس مضروبه فوق وتحت اقدر اختصر، ضرب بس اختصر، جمع وطرح لا.
طب هنعمل ايه؟ بسط ومقام بيساوي بسط ومقام، الحاجه الوحيده اللي خدتها في الرياضه حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. واحد يقول لي طب بالك يا مستر ارسم عجتها في الاول، والله كلامك رائع ما فيش مشكله عندي، بس انا قلت اعمل مقص الاول. يلا 2 في 3 6 جتا س، 2 في 2 ب 4 ج س بتساوي 3 في 3 ب 9 جتا س، زائد 3 في 2 ب 6 ج س. ما خدتش بالك؟ جتا لما جمع الجتا مع بعض وجمع، يلا هنا ما تفرقش معايا اهو حاضر، 6 جتا لما اودي لها 9، 6 ناقص 9 يديني سالب 3 جتا. انا بسمع كلامك اهو، الاربعه تروح الناحيه الثانيه، 6 و4 10 جا. هو انت عايز ايه؟ ظا، الظا بتساوي جا على الجتا، لما اروح ما ترجعش ايدك فاضيه، يبقى جا س على جتا في س يديني ظا س، هتساوي سالب 3 على 10. يبقى هتختار من الاختيارات سالب 3 على 10 او سالب 3 من 10. طلع سؤال جميل وسهل خالص. سؤال تاني فيه فكره حلوه جدا، 1 ناقص ظا تربيع س على 1 زائد ظا تربيع س ناقص. بحاول اركع على الدرس اللي واقع منك شويه عشان تعرف ازاي تستخدمه. عايز قيمه المقدار ده بكام؟ بسط لابسط صوره، يعني شوف ايه القانون اللي تعرف تعمله. 1 ناقص ظا تربيع ده مالوش قانون يا مستر، لكن 1 زائد ظا تربيع دي ليها قانون، ق تربيع. القا تربيع دي في المقام، لو طلعتها في البسط تطلع مضروبه في البسط. طب هتبقى القا تربيع دي مقلوبها ايه؟ القا مقلوبها جتا، يبقى جتا تربيع ناقص 2 جتا تربيع س. طيب ما تفك القوس، 1 في جتا بجتا تربيع ناقص، هي الجتا تربيع لما تتضرب في ظا تربيع، الظا دي يا اولاد جا على جتا واضربها في جتا تربيع، مش ده يروح مع ده؟ هيبقى لي جا تربيع س ناقص 2 جتا تربيع س. تعرف تجمع؟ ده مع ده يتجمعوا هيديني ياخد سالب عامل مشترك، هيبقى لي جا تربيع س زائد جتا تربيع س. جبتها منين؟ ما فهمتش الخطوه دي. طرحت جتا تربيع ناقص جا 2 جتا تربيع اداني سالب جا تربيع س ناقص 1 جتا تربيع س. خدت السالب عامل مشترك يبقى لي جا تربيع زائد جتا تربيع، وجا تربيع زائد جتا تربيع بكام يا اولاد؟ بواحد، يعني الاجابه تبقى سالب 1. السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كان عندي 2 جا س زائد جذر 3 بتساوي صفر، وبيقول لك عايز مني ايه يا مستر؟ حضرتك عايز ايه؟ عايز منك اصغر زاويه تحقق السؤال ده. لما يديني السؤال ومديني اختيارات، السؤال ده ليه كذا طريقه للحل، ليه كذا طريقه للحل. ما دام بيديك اختيارات يبقى تشوف الاختيارات. واحد يقول يا مستر انا عارف الاجابه على طول، يا ابني ما تقولش عارف الاجابه على طول، ممكن عندك اختيارات، ولكن الاجابه 60، الاجابه 120، 150، 315. اعمل لما يجي لي سؤال بقول مثلا يعني واحد طالب ممتاز يقول لي اجرب، اطلع آلة الحاسبة واقول 2 في ساين 63 زائد جذر 3، ما طلعش صفر، يبقى جرب اللي بعده وهكذا. ممتاز، إجابة رائعة، أنا مبسوط منك، بس لما أقول لك أصغر حل تبدأ بالأرقام الصغيرة. طب لو واحد تاني يقول لي يا مستر أنا عايز أفهم كنا بنحل السؤال ده إزاي؟ أقول له ممتاز، نخلي دي معادلة من الدرجة الأولى، نخلي الجا لوحدها، أطلع السالب الجذر 3 يطلع بره بعكس الإشارة، فقلت أنا هنا دلوقتي سالب جذر 3 هقسم على 2 يبقى سالب جذر 3 على 2. الجا سالبه، احنا عارفين الجا سالبه في انهي ربع؟ في الربع الثالث والربع الرابع. الربع الثالث اسمه ايه؟ 180 زائد سيتا. الربع الرابع اسمه ايه؟ 360 ناقص سيتا. ايه السيتا دي؟ زاويه حاده. طب انا عايز اجيب يا مستر بقى الزاويه الحاده اعمل ايه؟ هتقول شيفت ساين جذر 3 على 2. طلعت معاك 60، يبقى أول إجابة 180 زائد 60 240، 360 ناقص 60 يطلع معاك 300. أي واحد في دول دول بيت فيهم الصغير 240، بس وارد ما كانش ال 240 تبقى مكتوبة، يبقى ساعتها تختار ال 300 لأن ده الإجابة اللي عندك، لكن لو كان مكتوب ال 240 طبعًا تختار ال 240. السبب إيه؟ لأن هو عايز أصغر حل، يبقى الإجابة ساعتها 240. السؤال اللي بعده سؤال جميل جدا، بيقول لك قطاع دائري مساحه القطاع الدائري بتساوي 24 وطول القوس بتساوي 8، عايز محيطه، عايز محيط القطاع. احنا عارفين ان محيط القطاع بيساوي 2 نق زائد لام، اللام الحمد لله موجوده، عايز النق، اجيبها منين؟ ما انا مديك المساحه اهو. مين فاكر مساحه القطاع ايه؟ نص لام نق. اشمعنى يا مستر استخدمت القانون ده؟
لان هو ده القانون المناسب عشان اجيب النقل، ان اللام موجوده. نص اللام نص الثمانيه كام؟ اربعه، يبقى اربعه نقل بتساوي 24، يبقى النقل بكام؟ بسته. مش محتاج اعمل خطوات على فكره، لو انا قلت على طول نص الثمانيه اربعه، الاربعه تتضرب في كام عشان يدينا 24؟ سته، جبت النقل. 2 في 6 ب 12، 12 زائد 8 20، وده سؤال فعلا مش محتاج خطوات، لو جابه في الامتحان يبقى عنده حق. السؤال اللي بعده، اذا كان جذري المعادله 3 س تربيع ناقص 19 س زائد 13 تساوي صفر، يساويان. جذر المعادله دي يساويان ايه؟ الجذور بتوع المعادله يساوي ايه؟ واحد فيهم بيساوي طول قطر الدائره، طول قطر الدائره اللي موجود فيها قوس، والجذر الثاني بيساوي طول قوس في نفس الدائره. يعني دايره فيها قطرها جذر الاول، قطر مش نص القطر، والجذر الثاني يمثل طول القوس بتاع دايره موجود في الدايره. عايز مني ايه؟ عايز محيط القطاع ده، ما هو ده طول قوس قطاع، فعايز محيط القطاع. انا يبقى انا فهمت منك كده، انت عايز اللام والنقل، عايز نص قطر الدايره. هو انت قلت الجذر الاول كام يا مستر؟ الجذور بتساوي اول جذر يساوي عندي طول القطر. طب والجذر الثاني اسمه ايه؟ اسمه طول القوس. مين فاكر طول القطر يساوي ايه؟ 2 نقل. مين فاكر القوس اسمه ايه؟ ايه ده؟ ده المحيط. ده حضرتك عايز مجموع الجذرين، ما هو لما هجمع ده زائد ده يبقى انا كده بجيب مجموع الجذرين. مين بقى فاكر في الترم الاول مجموع الجذرين بتساوي ايه؟ مجموع الجذرين يا مستر بتساوي سالب ب على الالف، يعني 3. يبقى تختار ناخد 19 على 3. مساله ثانيه، مثلث اسمه س ص ع فيه س ص بتساوي 7 سنتي، وفيه ص ع بتساوي 8 سنتي، وقياس زاويه ص. لا ده انت مش محتاج مش محتاج تكتب، محتاج تسمع بس. س ص وص ع، خدت بالك من حاجه؟ اه يا مستر، ص مشتركه. عارف مشتركه ليه؟ عشان هي زاويه محصوره بين الضلعين. يعني انت بتديني دلوقتي ضلعين وزاويه محصوره بينهم. اه، امال انت عايز ايه؟ مساحه المثلث. ايه السؤال الجميل ده؟ ده نص حاصل ضرب اي ضلعين في جيب الزاويه المحصوره. احسب ده بآلتك، هيدينا 4 في 7 ب 28 جه 50. شفت الحلاوه؟ وهتلاقي الاختيار مكتوب 28 جه 50. مش عايز اتعبك ولا تمسك اله، عايز اشوفك فاهم ولا مش فاهم. اوجد مساحة الشكل الثماني المنتظم اللي طول ضلعه 10. سؤال مهم جدا عشان اجيبه. قلنا القانون بتاعي نون ثماني يبقى 8 عدد الاضلاع، سين تربيع. انا بكتب القانون، القانون خدناه كان اسمه نون سين تربيع على 4 ظا باي على نون. ده قانون مساحة اي مضلع منتظم، انا بحب اكتبه كده. عارف ان مكتوب في كتاب المدرسة ربع ربع نون س تربيع زطا باي، يعني بكتبه كده عشان تعرف تستخدمه بالاله على طول. نون عدد الاضلاع، س طول الضلع على 4، ظا اللي هي تان، الباي اللي هي 180 عن نون 8. احسب ده بآلتك الحاسبه، ما مسكتش قلم. سؤال تاني، فكره حلوه شويه. سداسي منتظم، قال لك المره دي بقى سداسي منتظم مساحته، مديني المساحه بتساوي 54 جذر 3. عايز ايه؟ عايز طول الضلع. طب ما سهله، انا عندي القانون اسمه سداسي، يبقى 6 س تربيع على 4 ظ باي على 6، 180 على 6 هيديني كام؟ هيديني يا مستر 3 في 6 ب 18 ده 30. الله الله، كمان مديني رقم سهل 4 ظ 30. كل الكلام ده يساوي 54 جذر 3. انا عايز ده يمشي من هنا، عايز اخلي السين تربيع لوحدها. ده ضرب السين تربيع مضروبه في القوس ده كله، في الحد الجبري ده، في الرقم ده، يروح الناحيه الثانيه معكوس ضربي عشان هو ضرب. يعني هنا 4 ظا 30، لعلمك ظا 30 جذر 3 على 3 او 1 على جذر 3، يعني 4 على جذر 3 تحت اللي هي ظا 30 اهي، ولاني بدلتها، وهنا معايا 6. اختصر ازاي ده يروح مع ده؟ تضرب بقى 54 في 4 على 6، طلعت معاك الاجابه، وطلع سؤال حلو جدا يديني معايا 36 36 دي س تربيع بتساوي 36. انا عايز س بس، هاخد الجذر يطلع ان طول الضلع 6. يقول لك س ص ع لام مربع، حيث الس عباره عن 2 وسالب 3، ومعادله المستقيم ص ع هي
4 س زائد 3 ص ناقص 9 تساوي الصفر. حضرتك عايز ايه؟ عايز مساحة المربع. مستر انا مش فاهم حاجة، ايه مساحة المربع ومديني نقطة ومديني معادلة خط كده؟ انا مش فاهم، مش فاهم. وانت بتدرس وده سؤال هندسة ترسم، الراجل بيقول لك مربع، اه رسمت مربع اسمه س ص ع ل، مديني الس نقطة س مديها لك ومديك معادلة الخط ده. هو انت عايز مساحة المربع؟ مين فاكر مساحة المربع بتساوي ايه؟ طول الضلع في نفسه. ايه ده، انا عايز س ص، عايز الضلع. مين يقول لي بقى في الهندسة، في منهج الهندسة س ص ده يسمى ايه في المنهج؟ ده اسمه طول العمود، طول العمود النازل من نقطة س على المستقيم س ص. يعني من الاخر هو عايزك تجيب الدرس بتاع طول العمود. طول العمود كان بيساوي ايه؟ قيمة مطلقة وتحت جذر. نعمل ازاي يا مستر بقى؟ نعوض بالنقطة دي في المستقيم. عوض 2 في 4 في 8، سالب 3 في 3 سالب 9 ناقص 9. احسب ده بآلتك الحاسبة، هيديني سالب 1 وسالب 9 سالب 10، قيمة مطلقة تحت س اربعه ومعامل الصاد اربعه، هيطلع 5، يبقى 2. لما المربع طول ضلعه 2، تعرف تجيب مساحته طول الضلع في نفسه، يبقى 2 في 2 بكام؟ ب 4. يبقى اذا مساحة مربع 4 وحدة طول مربع. سؤال مهم وجميل زي السؤال ده برضه، شبهه تاني اهو بقى، بس انا هغلس حتة صغيرة كده. يقول لك بس ان شاء الله هتيجي في امتحان اسهل من اللي هكتبه دلوقتي. يقول لك عايز مساحة الدائرة التي مركزها 4 وسالب 1 ويمسها المستقيم ر بتساوي، هيجي لك في الامتحان ر دي عباره عن صوره معادله احداثيه، انا اللي بغلس عليك دلوقتي وبجيبها لك معادله متجهه زائد كاف 12 و5. هو انت عايز ايه؟ عايز مساحه الدايره. مساحه الدايره قانون بتاعها باي نق تربيع، باي نق تربيع، يعني انا عايز نق. لو انا مش فاهم لسه ولسه المساله دي ما مرتش عليك قبل كده، ارسم ادي دايره وده المماس. فين النق؟ طول العمود النازل من المركز على المماس. يعني من الاخر عشان اجيب النق كاني بجيب طول العمود. ايه المشكله؟ المشكله ان هو مديني المعادله بصوره متجهه، يعني مديني سؤال بيضرب عصفورين بحجر، عايز اتاكد ان الطالب بيعرف يحول من صوره متجهه لصوره احداثيه او كارتيزيه. ايه بقى الصوره الكارتيزيه؟ بتقول ص ناقص ص واحد اللي هي نقطه المستقيم بيمر عليها، طب ما انا عندي النقطه، على س ناقص س واحد اللي هي النقطه بتساوي الميل، الميل بيساوي بها على الف 5 على 12. والسؤال خلص طلع سهل اهو. هعمل مقص عشان اخليها معادله، 5 س ناقص 5 بتساوي 12 ص ناقص 12، دخل ده جوه جبت المعادله خلاص. المعادله بتاعتي 5 س ناقص 12 ص، وادخل ال 12 ناقص 5 يديني سالب 7. اقدر اجيب طول بالمركز في المستقيم ده 4 في 5 ب 20 زائد 12 عشان دي سالب 1 في سالب 12 يديني موجب 12 ناقص 7 على معامل س تربيع معامل تربيع. لما هجيب تحت ده هيديني 5 و 4 9 و2 و4 6 يديني 13، جذرها 69. دول مع بعض 12 5 زائد 20 يديني 25. جبت النق، هقدر اجيب دلوقتي مساحه الدايره اللي هي باي نق تربيع. مستر هو المفروض لما اخش جوه يبقى دي موجب 7، يبقى دي موجب 7 ماشي. 32 32 زائد 7 هيديني 39، يبقى دي الاجابه 39 على 13 هيديني 3. يبقى انا جبت النق 3، مساحه الدايره بتساوي باي نق تربيع، يعني الاجابه 9 باي وحده طول المربع. طلع سؤال جميل جدا بس عايز خطوات شويه صغيرين. س بتساوي 2 و5، ص بتساوي 7 وسالب 1، فان احداثي عين، هو عايز نقطه عين التي تقسم س ص بنسبه 3 الى 2 من الخارج. ده سؤال مباشر خدناه مع بعض، س وص وحط النسبه في النص. هي من البدايه س، يبقى هنا 2 وهنا 5، من النهايه ص 7 وسالب 1. التقسيم منين؟ من الخارج بنسبه 3 الى 2. قلنا لما يكون التقسيم من الخارج بنخلي احد النسبتين سالب. عايز تجيب س بتاعت العين، اعمل مقص على طول ونحل المساله خلاص. اعمل معايا مقص، سالب 2 في 2 سالب 4، سالب 4 زائد 3 في 7 ب 21 على مجموع النسب اللي هي 1. اعمل مقص هنا، 3 سالب 2 في 5 سالب 10 زائد 3 في سالب 1 سالب 3 على مجموع النسب 1. اجمع دول بآلتك الحاسبة يطلع 17
اجمع دول بعدك الحاسبه هيديك سالب 13. يبقى احداثي نقطه عين طلعت 17. المثلث اللي اسمه س ص ع فيه س عباره عن سالب 3 و1، الص عباره عن 1 و7، الميم نقطه تقاطع متوسطاته، وكانت الميم الدهالي كمان بواحد واثنين. انت عايز ايه؟ عايز احداث عين. لازم افرق بين الطالب. واحد يقول انا كنت عارف العين، انا اديني انت العين واجيب لك نقطه تقاطع المتوسطات. ما انا لازم اقيس مهاراتك بقى في سؤال. انت عارف ان نقطه التقاطع المتوسطات بتساوي ايه؟ مجموع السينات على 3 ومجموع الصادات على 3. طب انا اديتك نقطه تقاطع المتوسطات، حضرتك انت ما تعرفش تستنتج قانون يجيب العين، تضرب نقطه تقاطع المتوسطات ليه؟ عشان اتخلص من النقاط. ساعتها هيبقى انت عندك لما ضربت المتوسط 3 يبقى انت ص زائد ع. طب انت عايز ايه لوحدها؟ هتطرح منهم س زائد ص في قوس. يعني عشان تجيب العين تطلع ما تضيعش وقت اضرب الميم في 3 يبقى 3 و6 ناقص. اجمع الس والص مع بعض، مش عايز خطوات اهي. سالب 3 و1 سالب 2، 1 و7 8. اطرح دول من بعض هيديني 5 وسالب 2، وادي احداثي نقطة عين. عايز تتاكد اجمع. واحد يقول لي مثلا مش امتحان اختيار ثانيه، قلت له قول. قال لي اقعد اجرب. براحتك بس انا بديك طريقه اللي تفهم بيها. واحد يقول لي امسك الاختيار الاول واجمعه مع الثاني مع الثالث واقسم مع الثالث، اداني واحد واثنين يبقى الاجابه صح. ما ادانيش اجرب اللي بعده واجرب اللي بعده. صح ما اقدرش اقول لك عليها غلط لان الاجابه صح. اذا كان الف 1 و4 والب سالب 4 و6، اوجد معادله اللي يحل المساله دي قبليه يعرف ان هو طالب كويس في الرياضه. ما قلتش متفوق بس كويس نذاكر. اوجد معادله المستقيم بنسبه 2 تكون عموديا على المستقيم 5 س ناقص 4 ص بتساوي 12. والله الراجل اللي حط الامتحان انت عايز معادله مستقيم؟ قلنا قبل كده وافكرك تاني، محتاج نقطه وميل من نقط كتير. ايه غلط؟ هو اي نقطه؟ نقطه بيمر بيها. هو المستقيم ده بيمر بالف ولا ده بيقول لك لو انت عايز النقطه اللي بيمر بيها الخط المستقيم سيادتك محتاجات تجيب ده تقسيم. يبقى البدايه هقول س ص والنسبه في النص. ليه؟ عشان اجيب النقطه. طب واجيبها ازاي دي؟ هو القطعه بيقسم مين؟ ا ب. البدايه ا 1 و4، النهايه ب 7 و6. التقسيم ده حلو اهو، النسبه هتبقى موجب. تعرف تجيب النقطه المستقيم اللي كنا بنسميها قف؟ اقدر. هنجي اعمل مقص هنا 3 في 1 3. هو بيقول لي عمودي على المستقيم ده. طب ما تيجي نجيب مين العمودي ده؟ من يقول لي مين العمود هيساوي ايه؟ سالب معامل س على معامل سالب 5 على سالب 4، يعني 5 على 4. مين فاكر لما يكون مديني العمودي وعايز الميل المستقيم نفسه نعمل ايه؟ نغير الاشاره ونقلب. يعني المستقيم ده هيبقى ميله سالب 4 على 5 ومتجه اتجاهه 5 وسالب 4. عندك متجه اتجاه وعندك نقطه، تعرف تجيب صوره؟ ما قالش هات الصور، قال هات معادله، هات اللي يعجبك. لو انا مكانك هجيب الصوره المتجهه. ر بتساوي النقطه سالب 1 و24 على 5 زائد ك في متجه اتجاهه 5 وسالب 4. فانا جبت صوره متجه المعرض الخط المستقيم وطلع سؤال سهل وجميل حلو جدا ما حدش ينساه. شوف السؤال ده نختم بيه مع بعض كده بالراحه. سؤال معروف وبيجي دايما في الامتحانات. ا ب ج د شكل رباعي فيه ب ج بتساوي 4 ا د. اثبت ان الشكل ده مش اثبت ان الشكل ده شبه منحرف. انا عايزك تثبت ان ا ج زائد ب د بتساوي 5 ا د. دي كلها مطلع. الراجل بيقول اثبت ان الشكل ده شبه منحرف، فاكيد هتثبته منحرف. مستر انت ليه يا مستر كبرت ب ج كده؟ ما اعرفش ترسموا الكلام ده ازاي. عرفت ازاي ب ج كبير؟ 4 ا د، يعني ب ج قد ا د 4 مرات. يبقى معنى كده اكبر ولا مش اكبر؟ اكبر. طيب سؤال بقى كنا خدناه في الهندسه، متجه بيساوي ثابت في متجه. عارف الكلام ده معناه ايه؟ ان المتجهين دول بيوازوا بعض. كنت في الاتجاه وطبعا ما بيساووش بعض. ليه يا مستر قلت ما بيساووش بعض؟ لان ده احنا لسه قايلين دلوقتي ان هو بيساوي 4 ساله، يبقى بيساووش بعض. طب عندي ضلعين متوازيين وغير متساويين، مش ده معناه ان الشكل ا ب ج د شبه منحرف؟ ادي اول حاجه طلبها مني سبت. عايز يثبت ان ا ج بتساوي 5 ا د. اثبتها ازاي دي؟ اول حاجه ا ب ج زائد ب د دول ما يجمعوش. ليه يا مستر ما يجمعوش؟ لانهم ولا ماشيين ورا بعض ولا خارجين من نفس النقطه. يبقى همسك ا ج ده لوحده، المسار ده ممكن اجيبه ازاي؟ ا ب زائد د ج اقول له اكتر من رائع. ليه بقى؟ لان هو عايز المساله المطلوبه عايزه بدالة ا د. فانا قلت ا د
زائد د ج. طيب تعالى بقى نشوف بقى ب ج د ب د د المسار ده من بدأ من ب راح للدال، يكافئ ايه؟ يكافئ ب ج زائد ج د. لسه قايلين مع بعض دلوقتي دول متجهين قد بعض في الطول ومتضادين في الاتجاه، محصلتهم المتجه الصفري. يبقى لي أ د زائد ب ج. هو قال لك في السؤال ب ج قد أ د كم مرة؟ أربعة أ د. مين يقول لي بقى لما نجمع واحد أ د زائد أربعة أ د يديني كام؟ خمسة أ د